قصف على منازل درعا البلد وقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اقتحام درعا البلد بالدبابات T-72. الله أكبر. البلد محاصرة درعا البلد بالدبابات T-72 وسط اطلاق نار كثيف من كل المداخل وقصف عنيف. 11/10/2012 درعا البلد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تصاعد اعمدة الدخان الكثيف من منازل درعا البلد بسبب القصف المدفعي العنيف، قذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة.